سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لفيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. تلمسان تلمسان، وما أحلى تلمسان. أعطونا زغروتة وتصفيق على تلمسان. تلمسان جوهرة من جواهر الجزائر، الآثار، الفن، الثقافة، التاريخ، الشخصيات التاريخية. شرف كبير أننا نكون في تلمسان معكم هنا يا أحبائي في هذه المناسبة السعيدة. أكون فرحانين؟ عجبكم الحال؟ عمو يزيد أسعد أسعد أسعد. واش واش أروحي أنت، أروحي 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 بنتي، تعالي أروحي أروحي أنت، قاع ما تجيش. قلت لكم باي باي، صفقوا عليها صفقوا عليها. أروح كيفك يا بنتي؟ أهلا. كي غايا؟ غايا. كي اسموها؟ اسمك جمانة؟ اسمك شباب جمانة، اسمك شباب. مادام طلعت جمانة نغنوا أغنية ساعدني ساعدني محتاج لك. هذه الأغنية درتها باش الإنسان دائما، لأنه يا أحبائي فعل الخير مهم جدا، بزيادة على أننا احنا مسلمين وديننا الحنيف يتكلم على فعل الخير، على الصدقة وعلى الخير وعلى كيفاش. مش شرط أننا نديروا الخير بالنقود ولا بالمال، الخير ممكن يكون بالابتسامة، يكون بأي بدعوة، يكون بأي شيء. يا أخي تقعدي معنا؟ أيا قعدي معايا نغنو ساعدني. ها نغنو ساعدني، نغنو ساعدني مع الجمانة، من بعد نطرح لكم سؤال وجدوا روحكم. يا أخي يلا ساعدني ساعدني محتاج لك، كامل تغنوا معايا.
ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعدني كن جنبي وأنا جنب لك إنني معاق بطيء سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري إنني معاق بطيء سيري تلقى من خيري ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك برافو 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 جمانة عجبتك الغنية؟ واه الله يبارك واش رأيكم؟ أنا مادام جمانة طلعت لازم نطرح عليكم سؤال وقتاش اليوم العالمي لمتلازمة داون يعني تريزوميا لا تريزومي 21 تريزوميا وقتاش اليوم العالمي للتريزوميا تعرفيه جمانة تعرفيش وما يعرفوه اوكي شوف شوف شباب هذا اعطيه الميكرو اعطي له الميكرو اسمك ولدي شيخ شهاب الدين الله يبارك وقتاش اليوم العالمي 21 مارس 21 مارس برافو واش رايكم 21 مارس شكون اللي موافق في الاجابه يرفد يده 21 مارس حقيقه هو اليوم العالمي لمتلازمه داون لا تريزومي 21 اليوم العالمي للتريزوميا تعال 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 اروح تعال اذا جمانه اروح ولدي اروح ولدي كاين اعطيني هذاك اعطيني الطفل هذا نرفده دقيقه اعطيني اعطيني الطفل اعطيه لي زكريا زكريا وجمانة جمانة الشابة وزكريا واش تقول لهم
قال لكم آه يا أخي آه فوالا. الله يبارك الله يبارك. تفضلي مدام. شكرا شكرا. إذن اليوم العالمي للتريزوميا شحال في عمرك ولدي؟ 8 سنوات. وش مسنة تقرأ؟ 3. شحال جبت المعدل؟ 59.5. الله يبارك. جميل 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 جميل. إذن رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذه الجولة وعمو يزيد شوي هديك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. تفضل ولدي. يلا واش حبيت تقولهم؟ بغيت تقولهم حاجة؟ شكرا. العفو العفو ولدي. تفضل تفضل تفضل. جمانة يلا التحقي بالأولياء تاعك. يلا بنتي برافو برافو برافو. شكرا شكرا. إذن في كل مرة نحاول نديروا تحسيس تحسيس لهذه الشريحة هذه ذوي الاحتياجات الخاصة. موسى أقغاية موسى ولد أختي راهو هنا معكم في الوسط ما راش هنا. نأكد على هذه مليح أنه مهم. أنا الله غالب أنا نحب الأطفال ونبغي الأطفال يدوا منا إحنا العبر. العبرة الأولى هي المساواة والعدالة. أنا بالنسبة لي كاع الأطفال كيف كيف، وهذه مسؤوليتنا أننا ولدنا يعيشوا ما يعيشوش دون لي فرستراسيون، ما يعيشوش في وسط، لازم يكون عندهم وسط آمن. هذا الوسط الآمن حنا مسؤولين عليه. يا أخي أطفال كاين واحد الأغنية أنا نبغيها، هي الصدقة، نقول فيها إن كنت من الكرماء لا تبخل بالصدقات، إن كنت من الكرماء لا تبخل بالصدقات. تغنوا معي الصدقة. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. برافو. وش هما الصفات اللي تحبوهم يكونوا في الصديق ولا في الصديقة نتاعكم؟ وش هي الصفات؟ الصفات صدق. وش هي الصفات؟ صدق. الصدق برافو. أخلاق الأخلاق الأخلاق الحسنة. برافو برافو برافو. وش هي الصفات؟ أمانة. الأمانة، أن يكون أمينا. برافو برافو. زيد تعرفيش الأخلاق يا أطفال؟ وش هي؟ الصدق. الصدق. عودي الصدق. الصدق أن يكون صادق القول. خلاص نديروا الأغنية تاع الكذب. أنا الكذب، إني أوصيك يا طفلي إياك والكذبة. يلا أغنية تاع الكذب إياك والكذب. إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب. إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب. فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب. فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب. حسن الخلق وقل الحق مهما يصير. كن دوما حسن الخلق وقل الحق مهما يصير. فإن صمت لسانك بالصدق تلقى الحب مع التقدير. فإن صمت لسانك بالصدق تلقى الحب مع التقدير.
وأن مزح مع الرفقاء فالكذبة تبقى بهتان. سواء مزح مع الرفقاء فالكذبة تبقى بهتان. حتى وإن كانت بيضة فليس للكذب ألوان. حتى وإن كانت بيضة فليس للكذب ألوان. علمنا الدين يا إخوان في الكتاب والسنة. علمنا الدين يا إخوان في الكتاب والسنة. للكذب نار وخسران والصدق طريق الجنة. للكذب نار وخسران والصدق طريق الجنة. أوصيك يا طفلي إياك والكذب. إني أوصيك يا طفلي إياك والكذب. فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب. فاصدق دوما في القول فالصدق من حسن الأدب. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقة. يلا معايا كامل. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. من الله من الله تلقى الخير والبركات. من الله من الله تلقى الخير والبركات. بلباس أو مال حتى لو كان قليلا على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. تصدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. من الله من الله تلقى الخير والبركات. من الله من الله تلقى الخير والبركات. الصدقة أنواع يا صديق فاحفظها بها أوصيك ككف أذى عن الطريق أو بسمة في وجه أخيك. الصدقة أنواع يا صديق فاحفظها بها أوصيك ككف أذى عن الطريق أو بسمة في وجه أخيك. من الله من الله تلقى الخير والبركات. من الله من الله تلقى الخير والبركات. So
صدقة تزكي نفسك فيها سلام فيها إخاء والله يبارك في رزقك ويصرف عنك البلاء بالصدقة تطهر نفسك فيها سلام فيها إخاء والله يبارك في رزقك ويصرف عنك البلاء من الله من الله تلقى الخير والبركات من الله من الله تلقى الخير والبركات شكرا 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 وش هو هذا كي اسمك بنتي كي اسمك فاطمة وش هو هذا فاطمة هدية لمن عمو ياسر شكرا بنتي شكرا الله يخليك بنتي الله يخليك احتفظنا بالهدية هذه اعطيها له خبيوها لنا خبيوا لنا الهدية هذه اذا بالصدقة تطهر نفسك الصدقة يا أطفال والله يبارك في رزقك عمرك ما تقولي لا تصدقت بدينار راح ينقص من مالي بالعكس لما تصدق بدينار راح يزيد في مالك ما تقدرش ترقد شبعان وجارك جيعان يا أخي أحبائي كاين أغنية تانية نبغيها بزاف لأنه الأمانة مهمة جدا أغنية الأمانة نقول فيها أنا طفل أمين أصون الأمانة هي علي يدين عندي تبقى مصانة أنا طفل أمين أحفظ الأمانة هي علي يدين عندي تبقى مصانة أنا طفل أمين أحفظ الأمانة هي علي يدين عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة الأمانة أصونها إن جاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها الأمانة أصونها إن جاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها أنا طفل أمين أحفظ الأمانة هي على يدين عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة الحق لا أضيعه والسر لا أضيعه كل من أمنني كلا لن أخونه الحق لا أضيعه والسر لا أضيعه كل من أمنني كلا لن أخونه أنا طفل أمين أحفظ الأمانة هي على يدي عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة دعانا رب العالمين وكذا نبي الأمين بالصدق والأمانة لمن له خلق ودين دعانا رب العالمين وكذا نبي الأمين بالصدق والأمانة لمن له خلق ودين أنا طفل أمين أحفظ الأمانة هي على يدي عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة I
الأمين أحفظ الأمانة هي على يدي عندي تبقى مصانة أنا طفل الأمين أحفظ الأمانة هي على يدي عندي تبقى مصانة عندي تبقى مصانة. شكرا 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 شكرا. أنا طفل أمين أحفظ الأمانة هي على يدين عندي تبقى مصانة الأمانة أصونها إن جاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها. يا أخي أطفال الأمانة أمانة يا أخي الأمانة نعم الأمانة تصون الأمانة ولا لا؟ تصون الأمانة برافو. إذن يا أحبائي الأخلاق ثم الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذن يا أحبائي إحنا رانا تكلين عليكم باش تكون عندكم أخلاق عالية. هذه الأخلاق العالية فيها التسامح. كاين أغنية تاع التسامح أنا نحبها بزاف قول فيها حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي أصلي الصبح وأدعو ربي بارك ليومي. تغنوا كاع معايا. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. يلا معايا كامل حين أنهض من نومي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البالي وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البالي. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام على أهلي ألقي السلام بأداب مني أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنام أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنام. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري وعلى الله أقصد
بابا باب الخير ورضا البال. وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البال. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفع لي منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي، أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفع لي منزلتي. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني. أدخل مدرستي بتأني، قسما أنشده وأغني. فعلومي أدرس وأثابر، وأدابي أجزاء مني. فعلومي أدرس وأثابر، وأدابي أجزاء مني. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأدب مني ونضال. على أهلي ألقي السلام بأدب مني ونضال. أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنا. أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنا. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. شكرا عمو يزيد اللي دانا هذا الحفل، وان شاء الله يعاود هنا مره اخرى. نقول له شكرا على الحفله، فرحت لنا الاطفال ديالنا ونحبوه كامل. قل له شكرا ولينا مره اخرى. قول لعمو يزيد يعطيك الصحه على الحصه اللي درتها لنا ولادنا، فرحتهم ونتمنوا ان شاء الله تعاودها لنا خطره اخرى ان شاء الله. قول عمو يزيد شكرا وفرحتنا بزاف. نقول لعمو يزيد شكرا، مرحبا بك جيت عندنا وعجبني الحفل تاعك، وشكرا I love you.